مثل ما بنعرف سلمى، يعني اليوم هو اليوم الأول لعودة الطلاب للمدارس للفصل الدراسي الجديد. يعني خلصت العطلة الانتصافية بفترة كتير قصيرة، ممكن سلمى أشخاص هيك أو طلاب قضوها بشغلات مفيدة لهم، بينما بالمقابل طلاب قضوها تسالي ومشاوي. لكن هون مهم مشاهدينا أنه يتهيئوا الطلاب لحتى يستقبلوا العام الدراسي الجديد بكل نشاط بكل حيوية واندفاع. هون بيجي دور الأهل المهم يا سلمى. صحيح هايدي، مو بس هيك كمان، يعني خلال هي الفترة في كتير ناس بيقدروا يعني يغيروا مسار حياتهم من خلال طبعا ممكن دورات يعملوها ولو كان وقت قصير، أو حتى نشاطات يعملوها. في بعض المدارس عنا عم تحاول تقدم هاي الفرص، وعم تحاول دائما تربط الطالب بالمرحلة الدرسية لحتى ما يصير في تشتت وانقطاع لفترة طويلة. أكيد سلمى، لهيك رح نحكي أكثر عن الاستعدادات والتحضيرات. معنا اليوم الأستاذ محسن سعيد، وهو مدير مدرسة ابن كثير الدمشقي العامة، ليقدم لنا مجموعة من النصائح. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. يعني اليوم بداية عام دراسي، خلينا نقول الفصل الدراسي الجديد لهذا العام، كيف كانت استعداداتكم خلال العطلة الانتصافية؟ أولا بداية نتمنى فصل دراسي جديد للطلاب حافل بالنشاط والعطاء والحيوية، أن يعوض المقصر في الفصل الثاني ما تأخر به في الفصل الأول. نحن في المدرسة قمنا أولا بتأمين الكتب الدراسية للفصل الثاني، حيث توفرت كل الكتب اللازمة للفصل الثاني. عدا عن ذلك أيضا قمنا بتجهيز المدرسة وتوفير بيئة صحية مناسبة، قمنا بتعقيم خزانة المياه وتنظيف المدرسة بالشكل اللائق والمناسب. هذا من حيث استعداد المدرسة لاستقبال الطلاب في الفصل الجديد. طيب أستاذ، كنت حضرتك عم تحكي عن الكتب المدرسية للفصل الدراسي الجديد، صار في تغيرات اليوم بالمنهاج بالفصل الثاني؟ لا، المنهاج كما هو، لم يطرأ على المنهاج أي تغير. المنهاج جيد، وطبعا يقدم المواد العلمية والتعليمية المناسبة التي تتناسب مع مستوى التلاميذ. يعني بالنسبة للمرحلة الابتدائية ما صار في تغيير؟ لا، ما في أي تغيير بالمنهاج أبدا. طيب أستاذ، خلينا نحكي كمان عن استعدادات المعلمين اليوم لاستقبال الطلاب. نعرف في بعض الطلاب بيكونوا أخذوا هيك شوية راحة خلال هاي الأيام، فكيف بتهيئوهم نفسيا، أو حتى المعلمين كيف بيهيئوا طبعا الصف لاستقبال الطلاب؟ نحن اليوم صباحا كان الطلاب في حالة من الفرح صراحة، والمعلمات استقبلوا التلاميذ استقبال جيد. الآن التلاميذ عندما دخلوا المدرسة كانوا في حالة من الشوق، اشتاقوا إلى المدرسة، هذه المدرسة التي حقيقة لا تحلو بدون تلاميذها. عندما عندما جئت إلى المدرسة في الأسبوع الإداري، أنا شعرت بأن المدرسة قد خلت من روحها، روحها التلاميذ هم روح المدرسة، فلا روح المدرسة إلا بتلاميذها. وعندما دخل التلاميذ يعني المدرسة كأنها استعادت نشاطها حيويتها. المعلمون والمعلمات أيضا قد وضعوا الخطة الدرسية المناسبة، الخطة الدرسية اليومية والخطة الدرسية الشهرية. هذه الخطة تتناسب مع المنهاج، هذه الخطة تحقق متطلبات التعليم اللازمة. خلينا نعرف أكثر عن الملاحظات، الإرشادات، النصائح يلي لازم يلتزموا فيها الطلاب مع بداية العام الجديد، الفصل الجديد. طبعا في الفصل الثاني سيتم إعلان نتائج، هناك طلاب متميزون وهناك طلاب مقصرون. هلأ الآن على الطلاب المقصرون أن يجتهدوا، أن يعرفوا نقاط ضعفهم. طبعا هذا تقوم المعلمة بطبعا وضع خطة من أجل تدارك هذا التقصير بالتعاون مع الأهل والإرشاد. فأما التلميذ فعليه أن يتقيد بهذه التعليمات كي يستدرك هذا التقصير الذي أخله في الفصل الأول. أما الطلاب المتميزون فهم عليهم أن يثابروا بهذا التميز. لذلك الطلاب عندما جاءوا صباحا كانوا مستعدين، وكانوا طبعا أمورهم المدرسية كلها جاهزة، بقي عليهم أن
أن يستدركوا التقصير الذي وقعوا فيه الفصل الأول. أما من ناحية المتميزين أو فعليهم أن يثابروا على التعلم طبعا بالتعاون ما بين المعلمة والأهل والإرشاد الاجتماعي في المدرسة، عليهم أن يجدوا نقاط ضعف التلميذ ويعالجونها في المدرسة. أكيد، ولهيك اليوم خلينا نحكي أكثر عن دور الأهل وبالتعاون معكم، وكيف بيكون دائما في صلة بينكم وبينهم ومع الاختصاصية الاجتماعية اللي بتتابع طبعا حالة الطلاب، لحتى نقدر بنهاية هذا العام يكون في عنا جزء كبير من التحصيل العلمي الجيد. مو ضروري الكل يكون متميز أو متفوق، ولكن طبعاً على الأقل يكون أخذ حاجته من هاي المعلومات وقدرت أنه هي تعطي دفع للأمام، مع طبعا صحة نفسية أكيد ضمن المدرسة اللي هي بتساعد كثير على حل المشكلات. طبعا للأهل دور كبير في العملية التعليمية. الأهل عليهم التعامل أو التعاون مع المعلمة، التعاون مع المدرسة. على الأهل طبعا توجيه أبنائهم إلى الطريق الصحيح. على الأهل أن يراجعوا المدرسة باستمرار بعد، وخصوصا بعد أن اطلعوا على نتائج التلاميذ. فإن اطلعوا على نتائج التلاميذ هنا يكون في تعاون ما بين الأسرة والمعلمة من أجل طبعا تدارك هذا التقصير. الأهل هنا عليهم عاتق ومسؤولية كبيرة. أولا مراجعة المدرسة بشكل دوري والتعاون مع المعلمة، وعلى الأهل أن يوجهوا أبنائهم ويعطونهم التوجيه الصحيح طبعا من أجل عدم الوقوع في أي أخطاء، عدم الوقوع في أي مشكلة في المدرسة، لأن هذا أيضا بتوجيهات وتعليمات الأهل طبعا نحصل على تلميذ مهذب، تلميذ مجتهد، تلميذ متعاون ما بين المعلمة والتلميذ. ونحن قد نبهنا المعلمات والمعلمات لديهم الفكرة الكافية أن التلميذ هو محور العملية التعليمية، فلذلك هنا الأهل عليهم أن يتعاونوا تعاون جيدا مع المعلمة. يعني خلال حديثك أستاذ كنت عم تحكي عن النتائج الامتحانية اللي رح تظهر قريبا، هل رح يكون في تكريم ولو جدا بسيط للأشخاص الطلاب المتفوقين لحتى يعطي تحفيز أكثر يعني للأطفال أو الطلاب اللي جايين هلا ما عندهم تهيؤ أكثر للمدرسة؟ طبعا التكريم شيء أساسي، هو يعطي التلميذ دافعا للمثابرة في التفوق، وحتى التلميذ المقصر عندما يرى زميله يكرم فهو يسعى إلى التفوق. سوف يسعى هذا التلميذ المقصر إلى أن يرتقي بنفسه، أن يرتقي بمستواه التعليمي من أجل أن يكرم في الفصل الثاني. فالتكريم أمر ضروري وهام. طبعا بالنسبة لنا جميع المعلمات يقمن بتكريم التلاميذ في الغرفة الصفية، ونكرم المتفوقين على مستوى المدرسة في باحة المدرسة. هذا التكريم طبعا شيء أساسي يجعل من التلميذ يعتز بنفسه ويحافظ ويثابر على تفوقه. أكيد بدنا نشكرك أستاذ على اليوم هيك هذا الدفع المعنوي المهم جدا، وعلى التنظيم اللي عم تقوموا فيه كان بالمدرسة وغيرها. شكرا لك ولوجودك معنا. أهلا وسهلا.